كندويش على التحكيم، حنا كنلعبوا كره. بالنسبه لنا حنا اليوم جينا لعبنا مقابله جميله، اللي قدرتوا تشوفوا انه فريق ديال الهلال بكل النجوم ديالو وقف، وصلنا حتى سجلنا، ولينا كنقلبوا على ولينا ما بقيناش لاعبين ضد فريق الهلال، ولينا لاعبين ضد شي حاجه اخرى ما عرفناهاش. ملي كتشوف اخطاء صغيره كيمشي الحكم كيبقى 15 دقيقه 10 دقائق في الفار كيقلب على شي حاجه باش يحيد لك هدف، عندنا ما نديروا الكواري ديالنا. راك شوم لعبنا كره حديثه، هبطنا كره، درنا داكشي علينا كاملين. حنا محتاجينش 40 مليار ولا 50 مليار ديال اللعابه باش اننا وفي الاخر نتسناو اربطي يربحنا. حنا الوداد بطل افريقيا وغزه افريقيا، وفيما كنا ان شاء الله. بالنسبه لي هذه المقابله ديال اليوم تبتت لنا اننا عندنا فريق ان شاء الله اللي غيلعب على التيتر ديال العام الجاي كاملين، وان شاء الله غنقولوا كلمه ديالنا. وهذا الشيء ماشي واحد مني، واحد الدراري كاملين وكاع الجمهور راه ان شاء الله يديروا فينا الثقه. الحمد لله اليوم تبتنا اننا درنا ماتش كبير، والحمد لله سجلنا وتحيد لنا الهدف. حنا حاسين براسنا ملي خرجنا من الماتش دابا اننا درنا مقابله كبيره، وهذا الشيء غيخلينا ان شاء الله نمشيو ثقيل للمغرب ونبداو نحضروا البطوله والالقاب اللي لاعبين عليها ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله. حنا كنحترموا رؤوسنا، حنا الوداد جينا بغينا نطبقوا، درنا الخطه ديالنا اللي عطانا لنا الكوتش ديالنا، لعبنا عليها، درنا داك الشيء، وصلنا البوطو شحال مره في بريمير ميتون، جاونا دي زوكازيون ما سجلناهمش الحمد لله. ان شاء الله هذاك الشيء اللي قلت لكم راه ولي كاين. حنا ممكن نكونوا اليوم غلطنا في شي حوايج صغار، مي هادشي ما كيمنعش اننا فريق كبير، وان شاء الله نقولوا كلمه ديالنا ان شاء الله الموسم القادم ان شاء الله.